حياكم الله سادة المشاهدين الكرام، وأهلا بكم في هذه التغطية الخاصة التي من خلالها سوف نسلط الضوء على مشروع إنشاء سرداب الشهداء الواقع على جهة بين الحرمين الشريفين والجهة الشرقية من الصحن الحسيني الشريف لخدمة للزائرين الإمام الحسين عليه السلام واستيعاب أكثر عدد من الزائرين أثناء الزيارة المليونية. والآن نلتقي بالأستاذ رئيس قسم المشاريع الهندسية في العتبة الحسينية المقدسة رئيس المهندسين الأستاذ محمد حسن كاظم ليحدثنا حول هذا المشروع. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا هذا من مشروع سرداب الشهداء عليهم السلام، من المشاريع المهمة اللي يمثل المرحلة الثانية من المشروع المتكامل وهو السرداب داخل الصحن الشريف. تم إنجاز المرحلة الأولى وهو سرداب الحجة عجل الله تعالى فرج الشريف الذي يقع بين باب السدرة وباب الكرامة. أما هذا الجزء إن شاء الله اللي تم المباشرة العمل به يقع بين باب قاضي الحج وباب الشهداء إلى يعني نهاية المنطقة اللي باب القبلة. طبعا هذا المشروع يقع على مساحة مقداره 1300 متر مربع، وإن شاء الله بعد إكماله سيوفر مساحة بهذا المقدار للزائرين. يعني طبعا عندنا مشكلة مهمة وهو أنه الازدحام اللي موجود حول الشباك الشريف خاصة في الزيارات المليونية، فهذا يؤدي إلى فك هذا الازدحام والتدافع بحيث تكون هناك مساحة إضافية يمكن أن يستغلها الزائر. طبعاً هذا المشروع الآن بداياته طبعاً يتألف من مساحة مقدار 1300 متر مربع. هناك الآن عملية حفر البايلات، بايلات على عدد المساحة المحصورة فيها بعمق 15 متر إلى ونص إلى حد الطبقة الصخرية. وطبعا هذه البايلات تبعد بمسافة مترتين عن البناء القديم، اولا يعني المحافظة على اي تأثير لهذا الحفر على المباني القديمة اولا، ثانيا يمكن الاستفادة من هذه المترتين تكون قناة خدمية للكهرباء والتبريد. طبعا ان شاء الله العمل هذا مستمر، يعتبر المشاريع المهمة لانه يحل لنا مشكلة كبيرة. طبعا التنفيذ بواسطة شركة عراقية، المنفذين كلهم أيادي عراقية وبإشراف قسم المشاريع الهندسية في العتبة الحسينية المقدسة. كم مرحلة يستمر هذا بناء هذا المشروع؟ طبعا هو أربع مراحل إن شاء الله، هاي المرحلة الثانية بعدها إن شاء الله مرحلة السرداب اللي في باب الرأس، والمرحلة الأخيرة هو مرحلة باب القبلة. إذا أكمل إن شاء الله ضيف مساحة بمقدارها بحدود 6000 متر مربع، والذي هي تمثل المساحة الحقيقية الآن للصحن الشريف. طبعا نقطة مهمة جدا هو أنه هناك أشبه بالأنفاق تصل بين السرداب الحائر الآن اللي موجود وبين هذا السرداب لغرض الانسيابية ولغرض تعدد المنافذ والوصل بين السرداب لداخل الصحن والسرداب الحائر. عفوا أستاذ، هناك نعلم هناك مياه جوفية، كيف يعني تتم معالجة هذه المياه؟ نعلم بهذه المنطقة هناك مياه جوفية، يعني شلون راح يتم معالجتها؟ طبعا إن شاء الله سيطرة موجودة أولا بوجود عدد من الآبار متعددة بسحب هذه المياه بشكل يعني خفيف جدا بحيث لا تؤثر على، لأنه سرعة سحب المياه يؤثر على باقي المباني أولا. ثانيا وجود هذه البايلات يعني مصد كامل ب عرض 60 سنتيمتر وبعمق 15.5 إلى 16 بحيث يمنع تواصل هذه المياه الجوفية لأنه راح يوجد فصد عنها. بالإضافة إلى ذلك وجود قاطع جدار كونكريتي يحتوي على مواد عازلة لمنع الترشح والرطوبة وبسمك 40 سنتيمتر وبعمق حوالي 7 متر. يعني بعد بناء إن شاء الله بعد بناء السرداب يعني اكو مواد عازله لعدم اختراق المياه الجوفيه داخل السرداب. لها علما بانه يعني الحفر على عمق 7 مترات واحنا البايلات بعمق بحدود 16 متر، يعني في سبيل حتى يعني يكون هناك سيطره على المياه وكذلك على الدفع الجانبي للتربه اللي ياتي من المباني القريبه لهذا المشروع. لا طبعا لا، الان بس يصل بين
سرداب الحائر الحسيني وداخل هذا السرداب خلال ممرات وأنفاق تحت باب الشهداء وتحت باب الكرامة. أستاذ عفوا، إحنا سألنا سؤال لأن هناك تساؤلات حول هذا السرداب، يعني بعض من الناس يقول مثلا يصل إلى القبر الشريف مثلا زيارة من الداخل، يعني هل لا هو صح لهذا؟ لا بالضبط، يكون قريب، يعني قريب على الحافات النهائية اللي للحرم الشريف، قريب جدا، بالإضافة أنه سيكون وضع هناك جزء من الشباك القديم الذي كان موجود على المرقد الشريف بحيث يمكن أن تؤدي الزيارة من هذا المكان. يعني هذا هو السبب الرئيسي لأنه حتى فك الازدحام عن الجزء العلوي المحيط بالمرقد، بالإضافة إلى وجود إن شاء الله مشروع آخر وهو توسعة المساحات اللي حول المرقد بيأخذ أجزاء من الأعمدة الطابوقية التي ترفع القبة، هناك يعني بحدود مترين من كل جانب ستضاف إلى المساحة اللي حول الشباك الشريف لتسهيل عملية الزيارة والمراسيم الدعاء والزيارة. ونبدي نحفر نأخذ جزء جزء، كم الجزء من هذا ويصب صب القاعدة والسقف وننتقل إلى المرحلة الثانية وهكذا حتى لا يؤثر يعني رفع هاي الكميات الكبيرة من التراب على يعني المنشآت الأخرى القريبة من سرداب الشهداء عليهم السلام. إلى هنا أحبتي المشاهدين نصل وإياكم لنهاية هذه التغطية حول مشروع إنشاء سرداب الشهداء في الصحن الحسيني الشريف. نأمل من الله أن نلتقيكم في تغطيات أخرى إن شاء الله. استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.